إفريقيا الوسطى خاصرة القارة السمراء التي تقع عند نقطة الربط بين الساحل الإفريقي وباقي أجزاء القارة في قلب سافانا على خط الاستواء. هذا الخط المتميز بمناخه وتضاريسه الخاصة حين تكسو الجبال والوديان خضرة لا متناهية مانحة طبيعة جيولوجية مختلفة لهذه الأرض الإفريقية التي تحتلها الغابات. غابات كثيفة تضمر بين أليافها ثروات طبيعية ومعدنية هائلة، وربما كانت تحمل بين ثناياها سرا من أسرار عدم الاستقرار في إفريقيا الوسطى. نالت هذه المستعمرة الفرنسية استقلالها مطلع الستينيات من القرن الماضي، لكنها ابتليت بأزمات سياسية وعرقية كادت أن تعصف بكيان الدولة، بل وأدت في أحايين عديدة إلى صراع مسلح على السلطة نجمت عنه مآس وكوارث دفع المدنيون ثمنها باهظا. من هنا بدأ المجتمع الدولي في البحث عن حلول. كان من بين تلك الحلول قرار إنشاء قوة سلام أممية تنتشر في المناطق الأكثر توترا وتساعد السكان على البقاء في أماكنهم الأصلية من خلال منع انتشار واستخدام الأسلحة وفتح قنوات حوار وتواصل مع الحركات المسلحة لوقف نزيف الدم هناك. الآلاف من قوات حفظ السلام الإفريقية المعروفة اختصارا بالميسكا جاءوا إلى إفريقيا الوسطى تطبيقا لقرارات أممية، فانضموا إلى القوات الفرنسية التي سبق أن حصلت على تفويض أممي، بينما برزت القوة الموريتانية كواحدة من أهم كتائب حفظ السلام. هذه القوة جعلت من مدينة بامباري ثاني كبريات مدن إفريقيا الوسطى منصة لها. تبعد بامباري عن العاصمة بانجي أكثر من 450 كيلومترا، للوصول إليها لا بد من المجازفة برا إذ لا توجد طرق معبدة أو استقلال طائرة للأمم المتحدة تسير رحلاتها وفق أجندة أسبوعية. هذه المدينة هي منطقة غابات، التحرك فيها يحمل مجازفة. تتواجد بها مجموعات مسلحة من مختلف الأطياف في إفريقيا الوسطى، وتشكل بؤرة توتر مزمن بين مقاتلي سيليكا ذوي المرجعية الإسلامية ومقاتلي أنتي بالاكا ذوي المرجعية المسيحية، إضافة إلى أكثر من 11 فصيلا مسلحا تنتشر كالفطر بين الأدغال. عناصر كتيبة الجيش الموريتاني تجاوزوا هذه الاختبارات بقدرة فائقة على إدارة الأزمة، ليس فقط من خلال العمل وفق مقتضيات القوانين والمواثيق الأممية والأعراف والتقاليد الإنسانية السامية، ولكن أيضا من خلال الحكة والتجربة وإعمال العقل في ساحة ملتهبة تتطلب المزاوجة بين الشدة واللين والجرأة والتريث والحياطة والحذر.